السؤال الثاني بارك الله فيك، كيفية المسح على العمامة؟ على العمامة، على العمامة يسأل عنه الأخ عبد الوهاب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه مسح على العمامة والخفين كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما صفة المسح على العمامة فالعمامة إما أن تستوعب الرأس كله بمعنى أن تغطي جميع الرأس، فهنا يمسح على العمامة كمسح على الرأس هكذا. فلو مثلا لو كانت العمامة بهذه الصورة يمسح هكذا، أو هذا هو المسح على العمامة، شريطة أن تستوعب الرأس في تغطيته. هذا إذا استوعبت، إذا كان هناك في العمامة يعني بروز للشعر فيسن أن يمسح على عمامته وشيء مما برز من شعره. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته، وجاء في بعض الأحاديث أنه مسح على ما ظهر من شعر رأسه، لكن هذا على وجه الاستحباب لأن المسح لا يجب فيه استيعاب الرأس كله. ولذلك إذا مسح على العمامة دون أن يمسح على الشعر ولو كان باديا فإن ذلك لا بأس به ومسحه صحيح. طيب العمامة، أما شروط المسح يقول هل له شروط؟ ليس له شروط، يعني لا يشترط له ما يشترط للخفين على الصحيح من أن يكون قد لبسها على الطهارة. وما هي العمامة التي يمسح عليها؟ هي ما يشق نزعه. ما يشق نزعه يعني الطاقية لا يمضي في شيخ. لا، الطاقية هذه خفيفة النزحة، يمكن يعني ما يحتاج من الإنسان ما في مشقة أنه يرفعها ويمسح. لكن لو كانت طاقية وعليها عمامة أو أنه مثلا يعني في شتاء يخشى شاد العمامة، فك العمامة قد يتعبه أو يلحقه مرضا. وأحيانا النساء أيضا تكون وضعت على شعره حنة أو زيت ووضعت عليه خرقة أو كيس تمسح فوق هذا، فهنا تمسح عليه. جميل جميل، جزاك الله خير.